هذه الشيلة إهداء من أبو مبارك إلى والدتها الغالية أم ثامر. أم ثامر هل الفرح في دارنا والليلة أفرح وسرور محفل العرس عن عيالي وأجمل وأحلى الليالي عيا الرباح الليلة فرحتهم ما يوصفها شعور ومن أبو مبارك تجيكم الحن وبيت الجزال عيون أمي أم ثامر راه تقيف أنا السطور أفرح يماه بأحفادك عسس من الطوار يا أم ثامر يا غوات جنتي والعين نور يما الكرم اللي فالبشر ما لفنا ويا بناتي يا فجر ويا هلا أحلى البدور أهل عبن على المنصة يا ملكة الجمال ويا خواتي يا بنات العز أنا فيك فخور يا عمة العرسان يا تاج الذرب والدلال أخواني حسامي وذخري في صعوبة الأمور عيالي مرزوق وعسى يرحم ربي ذا الجلال ثامر عضيد واسمدي شيخ كريم وراعي شر ورايد اللي يحتمل مقاف ويشيل الثقال وصاط سيف باليمين ووقفته تشفي الصدر والشهم تركب المراجل ينطح كبر الفعال عمر ليا منه وقبله هدت مثل الصقر واحمد كسب كل العلوم الطيبة وحز الفعال وفخر بربعي لابت المطران راهين الشبور حنا حمرنا النواظر من طاحت الرجال اختامها يلا تدين افراحنا طول الدهور عسى السعادة دائما في كل وقت وكل حال هل الفرح في دارنا والليلة افراح وسرور في محفل العرس عن عيالي واجمل واحلى الليالي عيا الرباح الليلة فرحتهم ما يوصفها شعور ومن ابو مبارك تجيكم الحن وبيت الجزال عيون امي ام ثامر راه تقيف انا السطور افرح يماه باحفادك عسس من الطوار يا ام ثامر يا غوات وجنتي والعين نور يما الكرم والطيب يلي فالبشر ما لفنيا ويا بناتي يا فجر ويا هلا احلى البدور اهل عبن على المنصه يا ملكة الجمال ويا خواتي يا بنات العز انا فيك فخور يا عمة العرسان يا تاج الذرب والدلال اخواني حسامي وذخري في صعوبة الامور عيالي مرزوق وعسى يرحم ربي ذا الجلال ثامر عضيد واسمدي شيخ كريم وراعي شر ورايد اللي يحتمل مقاف ويشيل الثقال وصاط سيف باليمين ووقفته تشفي الصدر والشهم تركب المراجل ينطح كبر الفعال عامر ليا منه وقفله هدت مثل الصقر واحمد كسب كل العلوم الطيبة وحز الفعال وفخر بربعي لابت المطران راهين الشبور حنا حمرنا النواظر من طاحت الرجال اختامها يلا تديم افراحنا طول الدهور عسى السعادة دائما في كل وقت وكل حال عسى السعادة دائما في كل وقت وكل حال.